طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل اليوم يا جماعة في موضوع الـ Dependency Injection. المحاضرة الماضية عرفنا الـ Dependency Injection وقلنا باختصار شديد لما يكون في عندي Object بعتمد على Object آخر، هذه بسميها إحنا Dependency. وقلنا في طريقتين عشان نحقق الـ Dependency هذه، إنه إحنا ننشئ الـ Object اللي أنا بحتاجه داخل الـ Object، تمام، أو إنه إحنا ننشئ الـ Object خارجيا ونمرره للـ Object اللي بحتاجه. والطريقة الأفضل قلنا إنه إحنا ننشئ الأوبجكت خارجاً ونمرره، وهذه هي اسمها Dependency Injection، حقن الديبندنسي. ليش أفضل؟ لأنه بكون عندك مرونة إنه أنت الديبندنسي تتغيرها، تعملها Extend، صح ولا لا؟ تغير إيش بتعمل، تعملها Mocking، شرحنا المرة الماضية إنه كيف التستينج. يعني مثلاً أنا عندي User Interface، User Interface بيعتمد على Connection على Database وMethods على Database، ففي إنه Dependency اللي هي الكلاس بتعمل كونكشن على الداتابيس. اذا انا بدي اجرب اليوزر انترفيس بمعزل على الداتابيس، ممكن انا كلاس الداتابيس اعملها اكستند، احط فيها حاجات موك. يعني مثلا كانت الميثود هاي، مثلا عندي انا يو اي، اليو اي بيحتاج ميثودز عشان يعمل كونكشن على الداتابيس عشان يجيب بيانات ويعرضها عنده في اليو اي. طبعا لو فرضنا انه هذا انترفيس اسمه دي بي اي، في ميثودز اسمها جيت ستودنت باي اي دي، جيت اول ستودنتس، انسرت ستودنت. هذه انترفيس. ليش صممت على الانترفيس؟ على اساس اعمل له امبلمنت اكثر من امبلمنتيشن. هاي مثلا عندي ماي اس كيو ال دي بي، نفس الميثودز اللي هين بدي اعملها امبلمنتيشن، وبحط له كويريز المناسبه لمين؟ لا MySQL. لأن فعليا أنا اليو اي بحتاج أوبجكت من دي بي انترفيس. طبعا ما راح أقدر أنشئ أوبجكت من الانترفيس، أكيد لازم أنشئ أوبجكت من الكلاس اللي بتعمل implement للانترفيس. فالآن أنا ممكن أنشئ new MySQL دي بي ومرره هذا لمين؟ لليو اي. يعني هاي new اي، هذا بياخذ الكونستراكتور تبع اوبجكت من ماي اس كيو ال دي بي، يعني الديبندنسي انشاتها انا من برا. اذا حابب اجى التستر بده يجرب اليو اي بمعزل عن الداتابيز والعمليات اللي عليه، لسه الداتابيز متجهز مثلا، فبروح للانترفيس نفسه بعمل امبلمنت لحاجه اسمها موك دي بي، وبعمل اكيد امبلمنت لنفس الميثودز الموجوده في الانترفيس، بس بحط بيانات فيك، انه بدل get all students بخليه يرجع لي list مثلا بيانات static، تمام. وبعدين كل اللي علي اعمله انه لما انشئ اليو اي بدل ما امرر له الاكتوال اوبجكت اللي هو ماي اس كيو ال دي بي، بمرر له الموك دي بي، تمام. هذا احنا بنسميه dependency injection. هذا اللي خلاني او اتاح لمرونه في التستنج، انه انا اشيل اوبجكت واحط بداله اوبجكت اخر، فبقدر اغير الديبندنسي. الآن قلنا الديبندنسي انجكشن كويس انه بيعطيني فلكسابيليتي، لكن بسبب مشكلة انه انشاء الاوبجكت بيصير اصعب، بالذات لو الديبندنسي عندي متسلسلة، حاجة بحتاج حاجة وحاجة بحتاج حاجة تانية وهكذا، انشاء الاوبجكت هيصير اصعب. فعشان هيك عملوا الديبندنسي انجكشن فريم وركس، اللي فايدتها انها تسهل عليك انشاء الاوبجكت لو اله ديبندنسيز كتيرة باستخدام مكتبات خاصة. فعليا هي بتستخدم الريفليكشن اي بي اي عشان تنشئ الاوبجكتس. وذكرنا المحاضرة الماضية انه ديبندنسي انجكشن فريم ورك صارت بوبيولر الايام هذه ومستخدمة في مختلف الانظمة. وجربنا احنا واحدة من الديبندنسي انجكشن لايبراريز اللي هي اسمها الجوس. شفنا مثال انه لو انا عندي كار، الكار تحتاج لانجن ويل، الانجن بيحتاج لسلندر، السلندر بتحتاج لفالف، الويل بيحتاج لتاير. فهذا الشجرة انا عشان انشئ اوبجكت من كار كان لازمني ادخل في العمليات هذه، صح؟ هي هذا الخطوات اللي كنت اعملها لما كنت انشئ كار. الان صرت انشئه عن طريق سطر واحد بالشكل هذا. طبعا كيف عملناها؟ كل اللي عليك تعمل انك تروح على الكونستراكتورز وتحط انوتيشن اسمه انجكت، تمام، وخلص تنفذ السطر هذا اللي هو بيقول جوز كرييت انجكتور جيت انستنس كار دوت كلاس. والانجكتور لحاله بشوف الشجره مثلا، بروح للكار بلاقي وين، بدور على
النوتيشن هذه انجكت. هاي انجكت بروح للكار. الكار ايش بحتاج عشان انشئه؟ انجن ويل. بروح بدخل على الانجن. الانجن ايش بحتاج؟ سلندر. بنشئ الديبندنسز بعدين بيروح بنشئ الاوبجكت نفسه لحد ما يصل للكار. هذه العمليه هو بيعملها لحاله وجربناها المحاضرة الماضية، لكن قلنا لسه احنا ما جربنا كل الحالات. لان في حالات معينة، مثلا لو انا بستخدم مكتبة خارجية، في الحالة هذه ما راح اقدر احط at inject، صح ولا يا جماعة؟ لانه الكود مش عندي. فبدنا نشوف كيف نحل المشكلة هذه. حالة اخرى انه انا بتعامل مع انترفيس، يعني لو فرضنا مثلا انه التاير او الانجن هذول عبارة عن انترفيس او abstract class. طب انترفيس لو مثلا تعال نجربها، روح للتير وقول له هذا بدناش نخليه كلاس، بدي اقول له انترفيس، بس غيرت هذا من كلاس لانترفيس. ورحت قلت له اعمل لي كار، هاي رن طلع لي ايرور. ليش؟ بقول له الان نو امبلمنتيشن فور تير واز باوند، يعني ما لقى امبلمنتيشن للتير. هو اجى ينشئ التير، هو اصلا بحتاجه من جوا الويل، صح ولا لا؟ بده يجي ينشئ اوبجكت من تير، لقى انترفيس، انترفيس ما ينفعش ينشئ منه اوبجكت. فبرضه كيف نتعامل لو كان انا عندي انترفيس او ابستراكت كلاس. امر اخر، لو الاوبجكت بياخذ بريميتيف تايب باراميترز، فرقيت مثلا الانجن بياخذ سلندر، صح ولا لا؟ طب اذا بياخذ مثلا انتجر باور، كيف هتعامل مع البريميتيف تايب؟ طب ما هو الكلاس تايب قلنا بنحط له at inject عشان ينشئ من object. طب بالنسبة للprimitive type هذه قيمة لازم تتمرر للconstructor عشان يقدر ينشئ object. كيف هنتعامل مع هذه؟ فهذا اللي بدنا نشوفه في المحاضرة هذه، انه بعض الامور شوية المتقدمة في موضوع dependency injection. نبدأ بأول جزئية. لو قلنا انه عندي انترفيس اسمه تير، الان اكيد مش راح يقدر ينشئ كار. هو ايش بيلزمه الان؟ بده اي كلاس تعمل implement لمين؟ للتير. فلو رحنا الآن، لو فرضنا أنه أنا عندي two classes بعمل implement للتير، مثلا بدي أقول له هنا large tier وبدي أقول له هنا عشان التجربة وهي كلاس تانية وهذه برضو بدي اعمل بس implement. طيب الان انا لازم لما انشئ الاوبجكت كار احدد له ايش الكلاس اللي بده ينشئها. الان انا عندي تو كلاسز بعمل امبلمنت لتاير، هو اللي بده لازم ينشئ يا لارج تاير يا سمول تاير. فانا بدي اقول له، انا كمبرمج بدي احكي له اي واحده من الاثنين راح يستخدم. كيف هنحكي له هذه؟ بدنا الان نضيف كلاس جديده من خلالها نوجه انستراكشنز او تعليمات للانجكتور ايش يعمل في الحالات اللي مش عارف يتصرف فيها. يعني هو في الوضع الطبيعي عشان ينشئ الشجره بدور على الات انجكت. في حالات مش راح يمشي فيها الات انجكت، زي ايش؟ زي الحاله هذه انه في عندي انترفيس. في الحاله هذه احنا بدنا نرشده ايش يعمل لو لقى حاله زي ما عرفش يتصرف فيها، زي الحاله هذه. فعشان نحل المشكله هذه بدنا نروح نعمل كلاس جديده. طبعا هذا كيف بنوجه له التعليمات هذه؟ بقول لي انت اذا بدك تعطيني، هو الكل في الكل الانجكتور، تمام؟ عشان الانجكتور يشرب، بقول اذا انت حابب تمرر لي تعليمات، انا وفرت هنا كونستراكتور اسمها كرييت انجكتور، بتاخذ اوبجكت اسمه موديول، تمام؟ بقول لي يعني اعمل لي انت التعليمات تاعتك في كلاس اسمها من نوع موديول ومرر لي اياها في الميثود هذه. فالان هذه لسه الميثود احنا ما مررنا لها حاجه، تمام؟ فبدنا ننشئ الموديول. فرحت عملت كلاس بتسميه انا كار موديول، تمام؟ هو ما دام بده اياها موديول، في عندي كلاس اسمها ابستراكت
موديول هو عاملها في المكتبة، تمام؟ ليش عملتها extend abstract module؟ عشان اقدر امررها للانجكتور. الانجكتور بده اوبجكت من نوع موديول، هذا الابستراكت موديول هي من نوع موديول، والان من جواها بعمل implement او override لميثود اسمها configure. ايش يعني configure؟ زي اعدادات، اعمل اعدادات يعني، تمام؟ هنا الان في الميثود configure بدنا نوجه له تعليمات، بدنا نقول له التالي this dot bind. ايش انا كلمه بايند؟ اربط، تمام. اذا لقيت عندي تاير دوت كلاس اربط لي اياها في لارج تاير دوت كلاس. بس يعني هي المشكله وين يا جماعه؟ التاير انه انترفيس بده يجي ينشئ مش هيعرف يتعامل معها، فعلى طول هيرجع لمين؟ للكار موديول للكونفيجر بنفذها عشان يعرف انه لو لقى تاير ايش ينشئ؟ لارج تاير. طب خلصنا هيك الموديول هذا استخدمناه انشانا منه اوبجكت؟ لا. وين هنستخدمه؟ هنا في الانجكتور. قبل هنا بدي اعمل حال اوبجكت من نوع كار موديول نيو كار موديول، وهنا في الانجكتور ايش بتعمل؟ بتمرر له اياه. شايف؟ يعني الان الانجكتور تبعنا مررنا له موديول. طب ليش زمان ما كناش نمرر له؟ لانه ما كانش محتاج معلومات، خلص بروح بعتمد على الانجكت وبنشئ، كان تمام. بس الان اختلف الوضع، في معلومه ناقصه، تمام؟ هذه بمررها من خلال الموديول. لا لو عملت انا رن، تمام، هي اشتغل وطلع وذ ايش عمل لي؟ وذ لارج تاير. كيف بنتحكم نغير الكلاس؟ هنا مثلا بدي اغير، بتحط ايش بدل لارج؟ سمول موديول، سمول تاير. اشوف بس تمام، هاي كتب لي سمول تاير. مثال اخر على موضوع الانترفيس ابستراكت كلاس، روح للكلاس انجن. هل قبل نخلي الانجن هذه ابستراكت كلاس، بمجرد ما صارت ابستراكت ايضا ورحت اقول له اعمل لي اوبجكت من كار، برضه طلع لي ايرور. ثواني، ايش الايرور طلع لي اياه؟ missing implementation، no implementation for ايش؟ فور انجن. ما بقدر ينشئ اوبجكت من ابستراكت كلاس، فبدي اروح اقول له اعمل لي كلاس اسمها مثلا بي ام دبليو انجن. وين راحت؟ طيب هاي الكلاس بي ام دبليو برضه هذا بدنا نعملها اكستندز انجن. بمجرد ما تعمل اكستند هيجيب لي خطا عشان اعمل امبلمنت لمين؟ للكونستراكتور. هلقيت ما دام هذه فيها كونستراكتور هذا لازم تعمل له ايش؟ انجكت. هلقيت الانجكت في الانجن بطل لها فائده. ليش؟ لانه فعليا هو ما راح ينشئ اوبجكت من انجن اطلاقا، صح؟ يبقى هذه الانجكت مالها؟ لو خليتها برضه مش مشكله، لكن هذه لازم تحط فيها at inject. وبدنا نيجي هنا نعمل برضو override لمين؟ لتو string عشان نقول له bmw engine with c اللي هي السلندر بتاعته. طيب لحتى الان مش هيشتغل، انا ما قلت له هلقيت لو لقيت engine انشئ بي ام دبليو انجن، فهذا وين نعمله؟ في الكار موديول نعمل له بايندينج ثاني في الكونفيجر، نقول له كمان بايند انه لو لقيت انجن دوت كلاس روح اعمل بايند ل بي ام دبليو انجن دوت كلاس. وهي رن، هاي ايش عمل؟ كتب لي بي ام دبليو انجن.
يعني لو انا كان عندي انترفيس في الشجره تاعتي انترفيس او ابستراكت كلاس لازم تنشئ موديول عشان تحدد له البايندينج ايش يربط الانترفيس هذا او الابستراكت كلاس بكونكريت كلاس، وهذا بتعمله جوا الموديول في ميثود اسمها كونفيجر. الان شوف هلقيت لو اجى تستر زي المثال هذا، مثلا عندي يو اي مربوط مع داتابيس بده يحط موك دي بي، تمام، او هنا مثلا في مثالنا بدنا بدل الريال تاير نحط موك تاير، وبدل الريال انجن البي ام دبليو انجن نحط ايش؟ موك انجن. شوف انا ايش هغير، بس التستر ايش بيعمل؟ ما له علاقه في الشجره كلها. في عندي موديول حابين نغير مين؟ هذولا بس، تمام. حتى مش هيغير الكلاس الاساسيه تاعت المبرمج، هيروح يعمل كلاس جديده ويقول له اسمها موك موديول للتستنج، هذه خصوصي، تمام. موك موديول بدي اقول له اكستندز كار موديول، يعني انا بدي اغير في مين هلقيت؟ في الكار موديول الاساسيه، وبدي اقول له ايش؟ الكونفيجر، هاي الميثود كونفيجر الموجوده عندي، وبدي اقول له هنا اغير بس ايش يا جماعه؟ البايندينج الموجود عندي، انه لو لقيت تاير دوت كلاس اربط لي اياها في مين؟ في موك تاير دوت كلاس، ولو لقيت ان بايند انجن اربط لي اياها في موك انجن دوت كلاس. طبعا هذول لسه ايش؟ مش موجودين، فنعملهم على السريع. هي موك تاير وهنا تو سترينج، وبدي اقول له ريتيرن موك تاير، وهي موك انجن هذا بده ايش برضو؟ انجكت وهي عندي موك انجن وذ سي، تمام. هذا ايش؟ الموك موديول. ايش في شيء موك تاير؟ عملت انا موك تاير. هذا بدها امبلمنتس تمام، وهي جهزت الموك موديول. الان في المين هذا هو الكود الاساسي صح؟ بدي اجرب، خلي هذا السطر بدل هنا كار موديول بدي اقول له نيو موك موديول، يعني ايش عملنا بين القوسين على طول، تمام، وبعمل له رن طلع لي ايرور. ليش؟ ان طيب ليش مكتر ايش يتغير؟ ولا حاجة. طيب هاي ايش كتب لي هنا؟ وذ موك تاير. يعني الان التستر يا جماعة كل اللي بحتاج يعمله، شفت ايش يسوي؟ انه يبدل، يقول والله الانترفيس هذا اربطه مع ايش؟ مع الكلاس الجديدة.
ما بلعب في الشجرة إطلاقا، بغير من هنا، بحدد إيش يبدل بدل إيش. تمام. طيب فشفنا كيف نتعامل مع الانترفيس أو قبل الابستراكت كلاس، بلزم في الحالة دي تعمل بايندينج داخل موديول. نيجي الآن النقطة الثانية، افرض أنا بتعامل مع مكتبة خارجية. تمام. يعني على سبيل المثال عشان نجرب على مثالنا هذا، نيجي للكلاس فولف هذا. تمام. نفترض مثلا انه فيها متغير اسمه فولف سايز. تمام. وفيها كونستراكتور بابليك فولف انت فولف سايز. لأن المفروض عشان البرنامج يشتغل لازم الكونستركتور هذا اعمل له at inject، صح ولا يا جماعة؟ تمام. لكن احنا نفترض انه هذه مكتبة انا ما مش شايف الكود تبعها. تمام. انت ملكش وصول للفولف، لكن في نفس الوقت السلندر محتاجة object من فولف عشان تشتغل. ففي الحالة هذه لو انت عملت run هيطلع لك ايرور، وهي هيشرح لك ايش الايرور. ايش بقول لك؟ نو انجكتبل كونستراكتور فور فالف، يعني ما لقاش كونستراكتور عليه انجكت عشان يعرف ايش يعمل. تمام. وفي نفس الوقت انا ما بقدر اروح للفالف واقول له ات انجكت لانه الكود تاع الفالف مش موجود عندي. فايش حل الشغله هذه؟ هل قلت بنرجع ثاني لمين؟ للموديول. الموديول هو الحل لو هو مش عارف يتصرف، بيرجع دائما للموديول. عشان هيك اول مره اشتغلنا ما استخدمناش موديول لانه كل حاجه كان فيها انجكت. فطيب نيجي للموديول، نرجع للكار موديول الاساس تبعنا. هاي الكار موديول هلقيت بدي اقول له، بدي اضيف له شغله هنا، لان هو بحكي لي الحاجات اللي انا مش هقدر انشئها لانه ما بتقدر تعملها ات انجكت، خلي الموديول يعملها. كيف تروح بتعمل ميثود؟ لان هو بده فالف، صح ولا لا؟ خلي ميثود ترجع لك فالف، سميها باسم اللي بدك اياه، جيت فالف. المهم ايش بدها ترجع؟ الريتيرن تايب تبعها فالف. الان هنا بتنشئ الاوبجكت اللي بدك اياه عن طريق نيو. يعني هذا الفالف ما راح انت تخليه لحاله ينشئها، لقيت انت بدك تضطر تنشئها لانه ما بتقدر تحط ات انجكت. تمام. فكأنه بقول له لو لقيت فالف روح استدعي ميثود ترجع مين؟ فالف. وهنا بتنشئ الاوبجكت بنفسك انت كمبرمج، تحدد كيف انشاء الاوبجكت لانه هي مكتبه خارجيه. هنا بتمرر لها مثلا ايش؟ 5، مش بدها انتجر الفالف هذه. وبعدين بتجي للداله هذه وبتعملها تاج حاجه اسمها provides. الان ايش البروفايدز هذه؟ طيب انتبهوا معي يا جماعه، هلقيت هو بيجي يشتغل وفي اللحظه اللي بده ينشئ فيها سلندر، السلندر محتاجه ايش؟ فالف. عشان ينشئ الفالف الان بده يروح على الفالف ويدور على كونستراكتور في ات انجكت. ما راح يلاقي، هيدخل جوا الفالف، ما هو عنده الكلاس بس ما عندوش الكود. تمام. مش هيلاقي كونستراكتور عليه ات انجكت. فايش بيعمل؟ بيرجع بيسال مين؟ الموديول. اوتوماتيك اذا في كلاس ما عرفش ينشئها بروح بدور على التاجز اللي اسمها provides لحاله، بدور ايش كلمه بروفايد؟ يزود. بدور هلقيت على حدا يزوده بفالف. معايا ولا لا؟ يعني بدور على ميثود معموله تاج بروفايدز بترجع فالف. ممكن يكون في اكثر من ميثود، ما هو انا ممكن اكون بستخدم 3-4 مكتبات خارجيه. تمام. كل مكتبه بدي انشئ منها اوبجكت بدي اعملها ايش؟ ميثود بروفايدز. تمام. ميثود ترجع نوع الاوبجكت اللي انا محتاجه تاع المكتبه ومعمولها تاجنج بروفايدز. فهو لحاله ما عرفش ينشئ الفالف، بدور على ميثود معمولها تاجنج كبروفايدز بترجع فالف. لقى مين؟ لقى الميثود هذا بيستدعيه. تمام. طبعا ايش حتى احنا بدنا نعمل؟
بدنا نجي على البال مش صار له فالف سايز تمام اوف سايز ذس دوت فالف سايز. هذا بس عشان ايش تبين مع الطباعه. فالفكره يا جماعه انه كل ما ينزلق مش عارف ايش ينشئ ولا ايش يعمل بيرجع للموديول تمام. في الاول بشوف الكونفيجر عشان يعرف مثلا الكونفيجر هذا ايش بتفيد، انه لو في انترفيس او بسكت كلاس بربطه في كلاس فعليه كونكريت كلاس، وايضا لو في كلاس مش عارف كيف ينشئ منها اوبجكت لانه ما فيش فيها انجكتبل كونستراكتور بدور على ميثود provides عشان هي تنشئ له اياه تمام. فهيلاقي مثلا نيو فالف 5 زي هيك، الان هنرجع نشغل. طب انا بعدل وين قاعد في الكار موديول، وهنا ايش مستخدم؟ موك موديول بيمشي الحال بيمشي لانه الموك موديول عمل اكستند لمين؟ للكار موديول، يعني هيضل الكود ماله شغال. هي جاب لي ايش with cylinder with valve of size 5، يعني اشتغل ايش؟ اشتغل تمام. القصد لو في مكتبة خارجية بحتاجها تمام، هذه بدها method provides تمام. في طريقة اخرى بقول لي انه يعني افرض انا بستخدم خلينا نقول 5-6 مكاتب تمام، هيك هصير عندي كم method؟ 5-6 method. فالكار موديول بيكبر. فاذا انت مش حاب كل حاجة تحطها في الكلاس هذه، بقول لك الطريقة الاخرى انه انت تعمل حاجة اسمها provider class. يعني طبعا احنا ايش بدنا؟ مش بدنا valve، بسميها valve provider. من اسمها ايش يعني provider؟ مزود الفالف. وبقول لك اعملها implements لانترفيس اسمه provider برجع valve. عملت implement للانترفيس فطلب مني اعمل implement للميثودز الموجوده داخل الانترفيس، وهي جاب لي ميثود اسمها ايش؟ get بترجع valve. هنا بحط نفس الكود تقريبا اللي هو return new valve مثلا 77، لان انا عملت الفالف provider بس ما استخدمته صح ولا يا جماعه؟ وين بدي استخدمه؟ بدي ارجع للكار موديول تمام. هلقيت ما دام انا عملت بروفايدر هذا الكود ماله بلزمش، بس بداله بدي اروح للكونفيجر واقول له اعمل بايند ثاني. اذا لقيت فالف دوت، اذا انت محتاج فالف دوت كلاس تمام، اربط لي اياه او روح استخدم البروفايدر اللي اسمه فالف بروفايدر دوت كلاس. يعني اذا لقيت فالف روح استخدم الفالف بروفايدر، والفالف بروفايدر هيلاقي في ميثود ايش بترجع؟ بترجع الفالف. واحد يقول لي طب ما هي هي، لا الفرق انه احنا الكود طلعناه برا في كلاس خارجيه تمام، وهذا ممكن نعمل له اكستند تمام، يعني الـ هيك بصير افضل كاكستندبل. صح عملت كلاس جديده تمام، بس بضل انه هذا بتقدر تعملها اكستند. او هي الفكره كمان انه انا ما احطش كل حاجه داخل الكار موديول. يبقى انا لو انا عندي مكتبه خارجيه عشان انشئ منها اوبجكت، في عندي حلين. طبعا هو ما راح يقدر ينشئ منها اوبجكت لانه ما فيش فيها انجكتبل كونستراكتور تمام، لكن انا لازم انشئ الاوبجكت كمبرمج. كيف هنشئه؟ بطريقتين، واحد من طريقتين. الطريقه الاولى اني اعمل ميثود بروفايدز داخل الموديول وخليها ترجع الاوبجكت اللي هو بده اياه. الطريقه الثانيه اني اعمل provider class برا implements provider وخليها برضو فيها ميثود هو لحاله عملها implement get بترجع valve. كيف عرف النوع valve؟ لاني كتبت هنا valve وبنشئ الاوبجكت اللي انا بدي اياه. طبعا انا هنا في كله في الاخر البروفايدر هيتم استخدامه من الموديول، الموديول هو الاساس صح ولا يا جماعه؟ الموديول هو الاساس، هو اللي بيحدد ايش يربطه في ايش. فانا قلت له لو لقيت فالف بربط لي اياها في البروفايدر هذا، وبضل الكود شغال. نرجع ل بس بدنا نعملها برضه في الموقع لانه احنا الان صحيح بطلت في الموك لانه احنا عملنا اوفر رايد للميثود صح ولا لا؟ يعني هي الموك
احنا عملنا override فبدي احطها تاني، احطها تاني هنا. هو المفروض فيها method this، اشوف في bind فيش فيها unbind. طيب ماشي تمام، ضفناها على الموك عشان تضلها شغالة تمام. وهي ضلوا ايش قال لي valve of size 77. وضح يا جماعة تمام؟ يعني انا لو استخدم مكتبة خارجية في الحالة دي انا بدي انشئ الاوبجكت، لانه هو مش راح يعرف ينشئه. كيف انشئه؟ من خلال الموديول بدي اعمل له يا ميثود معمولها annotation بprovides بترجع الاوبجكت اللي بدي اياه، يا اما اعملها provider. لو عندك انت خمس مكتبات مستخدمهم، يا بتنشئ خمسة providers برا بتعملهم binding، يا اما بتعمل خمسة methods بتعملهم annotate ك provides. تمام يا جماعة؟ الان اخر جزئية انه افرض مثلا زي التاير، خلينا نقول طبعا احنا ما فيش عندنا تاير هالجيت، بس في عندنا لارج تاير وموك تاير. تمام؟ لان قلنا التاير كان بياخذ مثلا باراميتر بريميتيف تايب، بس خلينا نجربها بدل ما نعمل كونستراكتور ثاني. روح على السلندر. تمام؟ هالجيت السلندر ايش بتاخذ؟ بتاخذ فالف، وبدي اخليها تاخذ باراميتر ثاني انتجر سلندر سايز. تمام؟ وخليها في الكونستراكتور سلندر طيب هل قلت لي كلاس اوبجكتس زي الفالف هذه محلوله لحاله، هو ايش بيعمل؟ بنشئ منها اوبجكتس. اذا لقى في انجكتبل كونستراكتور بنشئ، ما لقاش بلاقي بروفايدر بنشئه، المهم هذا بحله لحاله. لكن لو في عندي انا هذه متغير ارجيومنت جاي للكونستراكتور بريميتيف تايب بده قيمه، صح ولا يا جماعه؟ ايش القيمه اللي بده ياخذها؟ طبعا هلقيت مش راح يقدر ينشئ سلندر. السلندر لها تو ديبندنسز، الديبندنس الاولى اوبجكت من نوع فالف هذه محلوله، الديبندنس الثانيه متغير من نوع انتجر لازم تمرره عشان يقدر ينشئ سلندر. فهلقيت مش راح يقدر ينشئ سلندر، تعال اعمل رن. تمام هي طلع لي ايرور، تعال نشوف الايرور. نو انجكتبل كونستراكتور فور تايب انتجر، ما اعرفش كيف يتصرف. فهذه برضه ايش بدنا نعملها؟ بدنا نعملها الكار موديول هو اللي حل لي المشكله هذه. اول حاجه بدنا نعملها بدنا نعطي اسم للانتجر هذا. انك ايش تعمل؟ تقول له زي هيك نيمد. تمام؟ واعطي له اي اسم، مثلا بدي اقول له سلندر سايز، او خلينا للتسهيل سي سايز. تمام؟ ات نيمد. انا هنا عامل امبلمنت لل، هو هذا ات نيمد هيقول له هنا هيطلع لك ايرور. تمام؟ عمل امبورت لها من هي المسار تبعها. طيب ليش اعطيت له اسم؟ عشان الان في الكار موديول اقول له لو لقيت انتجر بالاسم هذا حط له القيمه هذه. يعني شوف انا بعطي القيم قاعد من وين؟ من برا الشجره كلها، الشجره ما بدخل جواها ولا بشوف هذا بيحتاج كذا وهذا بيحتاج كذا، من الكار موديول بوجهه بعطي له كل اللي محتاجه. فالان هروح انا وين يا جماعه؟ على الكار موديول. تمام؟ ونيجي نعمل كمان بايندينج، يبقى البايندينج بحتاجه في حاله انه لو كان عندي انترفيس بدي اعطي له كلاس او ابستراكت كلاس، بدي احدد له ايش الكونكريت كلاس اللي ينشئها، او كلاس ما فيش فيها انجكتبل كونستراكتور زي لو انا بستخدم مكتبه خارجيه بدي احدد له كيف ينشئها بروفايدر عشان ينشئها، او الحاله الاخيره انه لو في عندي كونستراكتور بياخذ باراميتر بريميتيف تايب ومحتاج قيمه عشان ينشئ بدي اعمل له ايضا بايند. هاي بايند، وبدي اعطي له اسم الان انتجر دوت كلاس. يعني القيمة اللي أنا بدي أعملها بايندينج هي إيش؟ انتجر، مش هو انتجر اللي إحنا عملناه. تمام؟ بدي أقول له
annotated with names dot named c size. مش هو اسم المتغير c size؟ يعني اقول له اذا لقيت انت متغير من نوع انتجر معطينه انا او معمل له annotation بالاسم هذا، تمام، روح اعمل to instance اعطي له القيمه 100. هي معناه يعني هذا السطر كله عشان يبحث على انتجر فاريبل اسمه سي سايز ويعطي له القيمه 100. بس طبعا لازم زي ما شفنا السي سايز هذا تكون حطه انت وين في الكونستراكتور. طيب نيجي هنا بدل ما نضلنا نغير ونعمل في الكار، خلي هذه ايش برضو او بلاش هذه، اعمل كومنت وفعل هذا، تمام. هاي مرت له الكار موديول واعمل رن، تمام. وهي ايش كتب لي؟ بي ام دبليو انجن والسلندر وذ فالف 500 اند ما عملناش، بس ضال شغله انه في السلندر احنا عملنا متغير جديد اللي هو السلندر سايز، بس ما حطيتوش في التو سترينج عشان يبين انه نعمل اند سي سايز يساوي، بدي اخليه يطبع لي سلندر سايز. هاي اند سي سايز يساوي ايش؟ 100. هات نجربها مع حاجه ثانيه، رحنا على الانجن، لقيت الانجن بدنا نعطي له اسم مثلا سترينج سيريال نمبر، تمام. وهي هنا بدي اقول له سترينج سيريال نمبر this dot serial number يساوي سيريال نمبر. اكيد طبعا ما دام عدلنا الكلاس هذه هيصير عندي ايرور في تو كلاس ثانيين اللي عملوا امبلمنت. ما انت لما تغير الكونستراكتور في البيرنت لازم تغير الكونستراكتور في السب كلاس. لقيت الكونستراكتور تاع السب كلاس ايش صار ياخذ؟ سيريال نمبر وسلندر. اول حاجه الكونستراكتور لازم يكون فيه انجكت والسيريال نمبر هذا ايش بنعمل له؟ بنعطي له اسم عشان من الموديول نعمل له بايندينج. فبدي اقول له ات نيمد، تمام، بتيجي قبله على طول قبل المتغير تعطي له اسم ايش بنسميه؟ سيريال نمبر بالشكل هذا. تمام. وهنضطر ايضا نعملها وين؟ في الموك انجن. مش في عندي موك انجن؟ بس هذا الكونستراكتور بدي اسميه موك انجن، وهذه بدي اعملها امبورت. الان اعطينا اسم للمتغير، بدي اروح هلقيت على الكار موديول ونعمل عمليه البايندينج. يعني بدي اقول له هلقيت اذا اعمل لي بايند، اذا لقيت سترينج دوت كلاس انوتيتد وذ، معطينها احنا اسم اسمه سيريال نمبر، هذه بدها نيمز دوت نيمد، نيمز دوت نيمد دوت تو انستنس، اعطي له مثلا ايش؟ 1 2 3 4 5 6. طبعا عشان نشوفها ايضا بدنا ايش نعمل يا جماعه؟ نغير في التو سترينج، تمام، وذ سي اند سيريال نمبر تمام. نرجع الان ونعمل رن، هاي يصير النمبر وضف لي اياه هنا. فالان الفكره الكار موديول هو اللي انت من خلاله بتتحكم. هلقيت بيجي التستر بده يجرب بغير بس وين يا جماعه؟
في الكار موديول بقول والله اربط لي الانترفيس هذا في كلاس تانية موك، المتغير هذا غير لي قيمته حط لي قيمه اخرى. وكمان ايش ممكن نعمل؟ بدل ما نحط هذا القيم ستاتيك لقيت ال100 والسيريال نمبر هذول، بدل ما نحطهم ونغيرهم من الكود ممكن نعملهم ستر وجيتر. يعني الكار موديول نحط فيه مثلا string serial number attributes، تمام، int c size، وخليهم public. يعني انت عملهم ستر وجيتر، بس انا حاليا للسرعة بدي اخليهم public. وهنا بدل ما تحط انت 100 هنا c size، وهنا بدل ما 1-2 serial نمبر، يعني حطيت المتغيرات هنا. ليش عملت هيك؟ على اساس انه في المين ميثود لما انشانا الكار موديول، مش هنا انشانا الكار موديول، روح للسي ام وقول له دوت اعطي له السيريال نمبر مثلا من 6 ل 1، واعطي له السي سايز مثلا 55، تمام. بعدين قول له ايش؟ روح انشئ له اوبجكت من كار. كيف؟ ليش عملها سب انت سيزا؟ هذا لا، هذا الفالف هذا بننشئه برا احنا، تمام، ملوش علاقه بالهذا، تمام. السي سايز 55 والسيريال نمبر من 6 ل 1، تمام يا جماعه. لان احنا المحاضره الماضيه كنا ما نستخدمش الموديول لانه كان بس يستخدم الانوتيشن، كان بيفترض انه كل كلاس بدي اعملها فيها انجكتبل كونستراكتور. لكن لو في حاله انه انا عندي انترفيس بده يعرف ايش الكلاس بده ينشئها، عندي كلاس فيش فيها انجكتبل كونستراكتور بده يعرف كيف يعملها، بده بروفايدر او بروفايد ميثود، عنده باراميترز ارجيومنتس للكونستراكتورز من نوع بريميتيف تايب بدنا نعرف ايش القيم اللي نعملها اللي نمررها، كل الحالات هذه بتلزمني عندي موديول، تمام يا جماعه. وزي ما قلت لك التستر ما بتطرق للشجره وايش التفاصيل اللي فيها، بس بروح على الموديول بيعرف. يعني الان هو بده يعمل تيست بلاقي مثلا انه هذا الدي بي انترفيس مربوط في ماي اس كيو ال دي بي، بروح على طول على الدي بي انترفيس بعمل له امبلمنت وبحط فيه موك ريزلتس. هاي فائده الانترفيس كمان ببين له ايش الميثودز اللي هو بده يعملها امبلمنت، وبحط فيها فيك داتا يرجعها وبغير بس ايش البايندينج، تمام، بغير البايندينج كله بيمشي معه. وهيك التسترز بيشتغلوا، التسترز بحبوا الديبندنسي انجكشن، تمام. يعني الديبندنسي انجكشن بغلب المبرمج لكن بريح بقول لك التستر ما له علاقه في الشجره تبعك ومين بيستخدم مين ومين بيعمل ايش، تمام. اديني انت ايش الموديول اللي عندك وانا بغير استبدل لكل انترفيس بكلاس ثانيه موك هو بكون عاملها. وضحت يا جماعه؟ تمام. هذه فكره عامه عن الديبندنسي انجكشن فريم ورك. طبعا زي ما قلت الجوس يمكن مش مستخدم كثير في السوق، تمام، يعني في السبرينج كثير بيستخدموا ديبندنسي انجكشن، في الاندرويد في عندنا زي ما قلت مكتبات زي الدقر والهيلت، تمام، وحتى في الويب برضه اللي بيشتغل ادفانس فيها ديبندنسي انجكشن، بس الفكره تاعتها واحده، تمام، كله بيشتغل تقريبا بالطريقه هذه، تمام يا جماعه، يعطيكم العافيه.